السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شواية ريحانة كمان نقدم لكم طريقة تحضير خبز الهامبرجر. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. مكونات العجين: 500 غرام ديال الطحين الأبيض اللي هو الفورس كيكون منخول، بيضة واحدة، ملح بحسب الذوق، 2 معالق كبيرة ديال الزبدة كتكون رطبة، ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة اللي هو السكر حبيبات، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ربع لتر ديال الحليب دافئ. نضع الخميرة مع السكر، القليل من الحليب الدافئ. نخلط المكونات ونخليهم كيتفاعلوا تقريبا 5 ديال الدقائق. نضيف الملح، الخليط ديال الحليب مع الخميرة والسكر، نمزج المكونات مع بعض. نضيف الحليب تدريجيا، تقريبا كياخد لنا ربع لتر ديال الحليب. يعني المكونات بمقادير مضبوطة. هذا هو شكل العجين، يعني كيكون كيتلصق في اليدين. كنوضع الزبده اللي عندي وغادي ندلك العجين جيدا. واخا كيبان لكم كيتلصق راه كيجي هو هذاك. كنستمر في دلك العجين، كما كتلاحظوا كيتجمع ما كيبقاش كيتلصق. تقريبا دلكم ما بين 10 حتى 12 دقيقة راه كيتجمع بكل سهولة. كما لاحظتوا الشكل ديال العجين ما بقاش كيتلصق، يعني بعد ما دلكتو مزيان ضروري ما كيتدلك. غادي نغطيه بقطعة ديال البلاستيك ونخليه كيخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالو، تقريبا ما بين 20 حتى 30 دقيقة. العجين بعد ما اختمر كيتضاعف الحجم ديالو، نحاولوا نخرجوا منه الهواء. يعني عجين كلشي رائع والوصفة ناجحة. لكم الاختيار، اما كتشكلوا كريات اللي كتكون متساوية الحجم كتبسطوها وتوضعوها في السطح ديال الفرن، او كنبسطوا العجين ونقطعوه بطابع دائري باش كيكون عندنا حجم متساوي. رشيت سطح العمل بالقليل من الطحين، نبسط العجين. كما سبق وذكرت لكم الاختيار، يمكن لكم تشكلوا كريات اللي كتكون متساوية. نزول الفائض ديال الطحين، كتقطعوها حسب الرغبة، مرشم كبير أو صغير لكم الاختيار. نقطعها بيضة صغير، والسمك ديال العجين يعني كيكون ماشي رقيق بزاف ماشي غليظ بهذا الشكل كما كتلاحظوا. بالنسبة للحشوة كتبقى اختيارية، اما كتستعملوا لحم مفروم يعني الكفتة ديال لدند او الدجاج او اللحم، لكم اختيار.
كتوضع لها التوابل، وكتقطع ايضا كتبسط وكتقطع بنفس المرشم باش كيكون كل شيء متساوي. خديت صفيحة ديال الفرن وضعت بها الورق ديال السلفغيزي، وكناخد الدوائر يعني نوضعهم بشكل متباعد حيت مازال غادي يخمر كيضاع الحجم ديالو. هذا هو الشكل كما كنلاحظو كيجي مقاد. بالنسبة للعجين المتبقي غادي نجمعو ونخليه يعني كيخمر تقريبا واحد 10 دقائق، ونبسطو ونقطعو بنفس الطريقة. نخلي الدوائر ديال الخبز حتى كتخمر كيضاعف الحجم ديالها تقريبا ما بين 20 حتى 30 دقيقة. كما كتلاحظو هو خامر اصلا. كنخفق بيضة صغيرة مع قطرات من الحليب او الخل، وكندهن وجه الدوائر بعد ما خمروا، كندهنهم المرة الأولى والمرة الثانية يعني في نفس الوقت. كنحتاج أيضا للتزيين زنجلان أبيض، ممكن تستعملوا أي شيء حسب الرغبة، زنجلان أو بافو أو أشياء كثيرة ممكن ترشوها على وجه الخبز. ممكن أيضا تدهنوا غير بالحليب السائل وكترشوا زنجلان أو بافو. في هذه الأثناء كنكون شعلت الفران اللي كيكون سخون، وكندخل الخبز وكنخليه حتى كينضج وكيتحمر. هذا هو الشكل النهائي، كيجي رائع بمعنى الكلمة. إن شاء الله تجربوا وتقدموه لأفراد الأسرة ديالكم. بالنسبة للحشوة لكم اختيار الكفتة أي نوع. أنا استعملت الكفتة ديال لادان، خديت 500 غرام ديال الكفتة، ضفت لها التوابل اللي هي سكينجبير والإبزار اللي هو الفلفل الأسود والملح والقليل أيضا من الفلفل الأحمر وصلصة حارة، كتضيفوا القليل من القرفة يعني اختياري، وقطعة ديال الخبز كتكون مبلة في الحليب السائل كتعصر وكتضاف الكفتة والمعدنوس اللي كيكون مفروم. ممكن أيضا تضيفوا التوابل ديال الشاورما ليكم الاختيار. أنا عطيتكم الطريقة ديالي وانتم ليكم الاختيار. كنبسطوا الكفتة بين قطعتين من البلاستيك باش ما كتلصقش. ممكن أيضا تدهنوا القطعة ديال البلاستيك بالقليل من الزيت وكتبسطوها مزيان بالمدلك كتكون رقيقة، وكنقطعوها بنفس المرشم اللي قطعنا به الخبز يعني بشكل دائري. ناخذ مقلاة كنوضع فيها القليل من الزيت، نوضع دوائر ديال الكفتة وكنقلبهم على الجهتين حتى كينضجوا وكيتحمروا، وكنوضعهم في ورق نشاف وكنستعملهم يعني في الخبز ديال الهامبرجر اللي كندهنوا اما بالجبن او المايونيز ليكم الاختيار. ممكن تضيفوا ايضا الجبن اللي كيكون بنكهات مختلفة. كندهن القطعة ديال الخبز، نوضعوا شريحة ديال الكفتة، طماطم، الخس وشريحة ديال الجبن الساندويتش ليكم الاختيار ايضا في طريقة التقديم، وكنقدمه بالصحة والراحة.